تقدم في منتصف الملعب الآن بيرلو ويبعث التمرير عند ماركيزيو لتيفيز فرصة باب المرمى. الله 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 يا كارليتوس، الله يا كارليتوس، يسجل التعادل للبيانكونيري، يسجل التعادل مع الدقيقة 35. كارليتوس دائما من خارج منطقة 18 يسدد، ويا ما سجل، يا ما أنقذ اليوفي وسجل أهداف نادي المسافة. تسديدة قوية وصعبة على حارس المرمى، على يسار بيقولو، على يسار بيقولو، هدف تعادل لليوفي، 1-1 النتيجة. وفي شوط المباراة الأول، في الشوط الأول يا كونتي.